طيب حبيباتي، هنا عندي المطحنة أو الخلاط، راح أحط فيه كل المقادير تبع اللي قلت لك إنها رقم واحد. أحط البيض والزيت، حليب النيدو، الفانيليا. استخدم الفانيليا اللي موجودة عندك في البيت، مو لازم زيي أنا، هذه الموجودة والمتوفرة عندي، الفانيليا السائلة. وتحط الهيل والسكر. الوصفة دي يا بنات يعني إيش أقول لكم، قد ما هي لذيذة، فصحيت من النوم اليوم اشتهيتها وقلت لازم أعملها معكم. وكمان رح أحط الأجبان، الكيري والشدر واللافاش كيري، أحطها كلها في الخلاط. إن شاء الله الخلاط هذا حيشيلها كلها. خلاص راح اطحنها، حطيت كل الجبنه، راح اطحنها مره مظبوط. راح اوريكم كيف الخليط ناعم معايا، ما شاء الله مره ناعم معايا تبارك الرحمن. راح الفرامه دي ما تفاجأت فيها انها 3 سكاكين، انا عشان كده اخذتها كده. خليطي واحد صارت جاهزة، راح احط عليها الدقيق والبيكنج باودر. احط الخليط في الزبدية، راح احط عليها الدقيق بس راح انخله لانها كيكة وابغى قوامها يطلع زي الكيك، بس صراحة كيكة يعني من نوع تاني. شوفوا واضح اني انا قاعدة اعملها وانا نفسي فيها اصلا. طيب وكمان لازم انخل البيكنج باودر والكربونات، لازم انخلهم بس كده. وراح اخلط خلط يدوي. طيب شوفوا حبيباتي، لما اخلط الكيكة ما ابالغ بالخفق ابدا، بس يدوب خلط بسيط، شايفين قوامها زي الكيكة. تمام، الحين راح احطها في الصينية على طول. بما انها كيكة جبنية راح احط عليها حبة البركة، تقدري تحطي عليها سمسم او اي شيء انت تحبيه، بس الجبنية مع حبة البركة والهيل تطلع لذيذة. طبعا لسه الكيكة هذه انا هشربها شيء، ورح نعمل الشيرة مع بعض. وقد ما تحطي، قد ما تحبي حبة البركة حطي. الكيكة رح تروح على فرن حرارته 160 درجة مدة نص ساعة أو لحد ما أشوف أن الأطراف اتحمرت، بعدين أحمرها من فوق. ضروري أحمرها من فوق يا بنات. زي ما قلت لكم الشيرة راح احط المويه والشيرة ولا سوري السكر والليمون والهيل، واترك اقلبها على النار. لما تبدا تغلي اتركها تغلي دقيقة واحدة، وبعدين راح ارفعها تبرد في الثلاجة. ما احط الشيرة على الكيكة وهي حارة ابدا، احطها في الثلاجة تبرد بعدين أصبها عليها. طيب شايفين هذه كيكتي ما شاء الله استوت وتحمرت بسرعة بسبب الكربونات. الكربونات يسوي الكيك أسرع ويخليه يتحمر أسرع. شوفوا تحمرت هنا عندي بالنص، بس التحميرة عموما عجبتني فراح أقطعها. طيب شوفوا بنات انا كيف اقطع. طبعا انا لو قطعت بهذه وجيت ضغطت حيتقطع الكيك، انا بس اعلم اضغطها كده ضغطه بسيطه اخليها تعلم وبعدين امشي على التقطيع. شايفين صرت اعمل الحركه دي لما ابغى التقطيع
يعني ما ابغى اللي في النص هذا يتشقق، بس يا دوب اعلم واكمل بالسكينه. طيب راح ابدا اصب الشيره حقتي، انا حطيتها في الفريزر عشان تبرد معي اسرع، وراح اصبها بسم الله. انا افضل انه الشيره تكون بارده والكيكه حاره دوبها خارج من الفرن، هذه احسن طريقه تشربي فيها كيكه. طبعا الشيره حتخلي التحميره دي احلى واحلى.